ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وعنقول جرني كتاب كي تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى، وحسنة سوقارني درسي قاها اللامات والسواكن في القرآن الكريم. كتاب كان الله والله أنبو إنه قري لامات كريبان القرآن كجر واشن آيان نري الله إنه قري أنقن وحنقول درني سدح ذي كرو دنيت لام الاسم ايان حلقذي سقالات انقصو دران ديريني ايا لام التعريف اي لام الفعل حلقذي نتوانات درسي قنقو حكب اللاوان ايا لام الحرف وان هرينا وحوغش يقني لام الحرف ايا اساقا ولام تدعاده هل اي بلبس هاشي وان كسو شاكيني لابو حكم بيالتا الادغام والاظهار وحال الاظهارين ايا هدي سلام أيسن كده ودعين وحال إدغامي هدي لام أي كده ودعين وانصوه شاقني باشي أيضنا حون كده والإظهار قرمين إظهارين يا هدي سلام كده ودعين يا راء لام إراء هدي سن كده ودعين والإظهارين يا بل أيان هذا كالله يا حرف كبل حون كيس والإظهار قرمه لموجين يا هدي سن أيسن راء يا لام كده ودعين أما هدي راء يا لام أي كده ودعين ولا إدغامنا يا أصلاً الله سبحانه ويلنا سيدا بل لما ساس الله إدغامنا بل رفعه الله ومتخنا وساس أي الله إدغامنا يعني له وحلقة صور ربا مركا بران على قلوبهم أي حلقة صور ربا حتى مركي الله في رشو قاعدة بران إن لسوش ذيها ولام الحرف أو ربا وبل كجره والرأي كده ودا عادي لكن خلافا للقاعدة ومراعاة للرواية قاعدة ايضا خلافة رواية الى لين ايو ايا سكت الله سمين يا بشاس وسكتات حفص ايا ليلة وحفص ميلاه وسكتات كسمين ايو اي كمتين وصال لذا مركة كلا بل رانا بل رانا ساسة اخر النساء لان سكتة تمنع الادغام سكتاد وحي ديديسا إدغام بي ديديسا سيادراد يا دمركا تاس أمبالغة سوريبا انت كلا انت بل هدي اللام إراء كده ودع دو كو إدغام لام إراء وحان إحنا دي كده ودع دانا متغانا هي اسكو إدغام موج لام تقودن بيس إلاماتو سواكن ولام الأمر لام الأمر تعريف تيدا أما قيحتان كيدا وحالغة ودا اللام الساكن ولام ترهيبا الزائدة أكد إيراد كأه عن بنية الكلمة كلمة للسدادة لكن مركي اللام الأمر كان لوغها اللي موجنت إدغامك ولابد وحلق مارمان الله شرليا بشرل أن تكون مسبوقة مركي إظهارك إدغامك مركي إظهارك إيلان يسو لموجنة اللام الأمر وحاشرل أه إدغام مهرتم ميلان يسبو وهم لا إظهارين يا اللام الأمر إسكتشل مرك الله إظهارين أيين لام الأمر جا ريبا وإن لجلهر مرة بالفاء سيدا فلينظري فلينظري أما لجلهر مرة بالواو سيدا وليوفو أما لجلهر مرة بثم ثم ليقضوا يقضوا وكذا سيداس ايا مركا لاماتو سواكين كا ايو نوغو لماذين عندان خلاصي يركو سمينو لامو التعريف وحيي لتلاو حقون الاظهار والادغام قرمي الاظهارين ايا افرق التوان حرف اكتوض افرق التوان كاس حرف محييين يبغي حجك وخف عقيمة قرمي الادغامين ايا افرق التوان حرف مركي كده ودعان افرق التوان كاس حرفنا وحلو كلمي بيتك انصوه شاقني كلموين كيس بلاو يضوض سيدا بيتك سمحوها طيب ثم صل رحما تفوز ضيف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم لام الاسم يسقى
ولامت اسم كده كلمة اسم لحد هذا العدد أو كلمة اسم كإحدى علامات الاسم يكون سوانت ومثلا يكون سواني هاي لام الاسم أي حون كذا حوها لإظهار وجوبا ولا موجنا لام الفعل قاسين لوا 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 حون ونوع شيء الإظهار إن لا موجيه حروف تقدم مركي لقربه اللام والراء غير اللام والراء مركي لقربه إي إن لا إدغامه مركي الراء اللام كذا ودعه لام تربنا يدي فعل كذا عدي فعل كذا أحد يصير عدي ولو آخر كذا عدي لام الحرف يزين وانصوص يجنه ولا موجينا يا حروف تعرف ما لا أكتر هذا مركي لقربه اللام والراء إدغام والإدغام يا قرمه مركي اللام إراء كذا ودعه لكن هل الراء كذا ودعه القرآن كلام يوجد لجمهن المعنى لم يوجد لجمهن لام الأمر يسجن على إظهار وجوبا وين حروف تعرف ما لا أن أكتر ولا موجنا لام الأمر ريبنا داد عرفته فصل كين كلا لحد وحكم بلاوانا يسجن وحكها الله يا المثلين والمتقاربين المثلين والمتقاربين المتجانسين فصل كين لحد وحكها الله يا أما باب كان باب كان وحي وحكها الله يسجن إدغام كجود أهن محاكينه لو أنا حرف إن لسكو إدغام تاسوك هاليا وعلى قد كده حيسه أم حرير كده حي أيو إدغام كان كهاليا لو أنا حرف لسكو إدغام هي على قد حرير كده حيسوك هاليا على قد كده حين كرت لو حرف كستول لسكو إدغام هي أنا وأم سدح أم حرير كده حين كرت والتماثل إيو التجانس إيو التقارب لو أنا حرف إني إسكو بديين وباء باء سيدا اضرب بعصاك البحر دال ادال وقد دخلوا لو انا حرف اني اسو دويهين مخرج اسغ دويهين صفه اي كو كلا دوغنيين اما صفه اسغ دويهين مخرج اي كو كلا دوغنيين سيدا قل ربي لو انا حرف اني اسكو جنسيين أو مخرج كإستجمد ديهن صفة يكون كلا دوجين، أما صفة إستجمد ديهن مخرج كيكون كلا دوجين. مدول بتساليس ماشي سأقول تقدرنا إن شاء الله تعالى. وعمرك ماشي أنا حسيت مضن إن قال له فهمنا له بهني هي إدغام كان هذا اللي قال لي إدغام كان صامرني مح فرق يقول حي محاو إدغام كي أن صامرني وفرع عن هذا. إدغام كأن صامرني أو في باب النون الساكنة والتنوين أن صامرني وفرع كيهي إدغام كان إدغام المتماثلين المتقاربين المتجانسين إدغام كوضا أي فرع كيهي تسالحان من نعمة أي أن صامرني في باب مثلا أحكام النون الساكنة والتنوين أن صامرني من نعمة مركا صوبتك أنت النون تان النون تكاللو إدغام وامحي والتماثل واكنا ادغام المتماثلين وسوهز قرايا ادغام المتماثلين اي سوهز قرايا كوا كلنا اما التجانس بين قنايا اما التقارب بين قنايا مركز برطو متعنا حروفتان مخرج كود مركز برطو يتكيني كرتا تقارب كرد حي يتجانس كرد حي ان في الصفات والمخارج اتفقوا حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل حير شيقا إن في الصفات والمخارج اتفق إن اتفق هدي إسوافقان حرفان لو حرف هدي إسوافقان في الصفات تلمامويك هدي إسوافقان إيو المخارج ماشي إكسوا بحر هدي إسوافقان فالمثلان متماثلين با أحقق حق نمبر إن لغو مقعاو فيه ما لوضس حرف لحدوده وإن يكون لودي حرف دي أي نقضان
تقارب كو استجد وادي مخرجا حقا مخرج حروف تمشي كسر بعد استجد وادي نقدان أو اختلف اسكو خلافي في الصفات تلمامي اسكو خلاف دين نقدان وادي حرف يلقبا وحلقنا النساء والأمغ عابا متقاربين لو اسو دواتي أي الأمغ عابا أما إدغام متقاربين بالأمغ عابا أو أما سيكون لو دي حرف دي أهادان اتفقا لو اسو وافقي في مخرج الماشي إيكا سبحان اسكو وافقي دون الصفات التلمامين كمية حقوقا وحلقو التحقيجي لو داس حرف بالمتجانسين بالإدغام المتجانسين أي الأمغ التحقيجي ثم انت كدب ان سكن هدو ريمو اول كل متكست كان اوغه ريو متكست او لو حرف متماثلين كي متقاربين كي متجانسين كي لو حرف الاسكت ادغام كان اوغه ريا دو ريمو فسمي انكم مغعاو وكم مغعاو هذا الادغام واحد كم مغعاو ذا الصغير ادغام الصغير ادغام يركم مغعاو او امس حرك هذه الحركه الحرفان لو حرف في كل متكس أو سدح ذي قيب كم إذا دحذ هذه لو حركيه فكل حاتر هذا كل متكس أو أقسام تاس سدح ذا كم إذا أو حاتر هذا كبير إدغام إدغام ويده إدغام كاسو كبير وين وفهمنه كن فهم كاسي وفهمنه إدغام كاس كفهم بالمثل تسالوين ككفهم ناصر صعده إن في الصفات والمخارج اتفق إن اتفق هذا إسوافقان حرفان لو حرف في الصفات تلمامون كالأحذو دي إسوافقان والمخارج ما إليك صباحنا دي إسوافقان فالمثلان متماثلين با أحقك حق نمبضا فيهما لو ذا الأحذو معنى لو ذا حرف دي مطعنا صفات مخرج إستقامد نقضان وأن بائي باء أكرا سيدا اذهب بكتابي إيا لوطا أكرا ربحت تجارتهم لوضع حرف إن لغمك عابو مثلين لو حرف اسكمد إن لغمك عابو إدغام متماثلين لو بحي مقعاس ياكو حقني مبادن محيكا حقني مبادنيهين إن مقعك لو بحي متماثلين محال إيلا هذا هرت لوضع حرف متماثلين كإدغام متماثلين وحال إيلا محيه متماثلين وحال إلى ذا ولا ولا حرف كتابك كوشيغ ولا ولا حرف اسكوا فقي حق مخرجك يستلمنت سيده لو با اوكلا سيده لو تا اوكلا متماثلين كو قيب سما لكن انا هذا قيب اسكريمين وحين وحان اوغلينين عشر كوسي بلارانيا ميلك كلو او انتان كركيكسن او كسي ادغ مدخ لا غليا مركا غليمين وقيب سمايا وصغير وكبير ومضلق وحس وسي قيب سمايا أنا قلمين ومتماثلين صغير باجرو وامتك أنك عن أدن لين نهي متماثلين كصغير كأوحويا حرف ككواد إنو الرئيوية حرف كاللوادنا أو شغلية سيدا أمثلة دي هدى أمكوس وارغني أو هذي إذهب بكتابي ولوابا بعض هروا يريمنتي معنا حون كيسنة وإن لا إدغامه متماثلين حون كيس وإن لا إدغامه ولو حرف أسكمدهم دال إدال تاء تاء ولا سكوت إدغامي أو مطعنا أو مطعنا تاء ظهرنا إلى وانت من دل وانا متحرك تاء حون كم حون قنايا الإدغام وجوبا إن لسدحج لي وواجب لجميع القراء قراء ضد أنصاص يقبان إلا في حالتين لو حال ضمك إلا قصور يا معهني لو أس حال وام حي لو أس حال ولا موجنا ومعنا لو أس حال مد أجهر سحويا إنو سنقون حرف كهرة إنو نقض حرف كهرة معناها إنو سنقون هدين إنو نقض حرف كهرة حرف مد هدو حرف كهرة ريبا أو نقض حرف مد ما لسكو إدغام هاي محا إدغام كلو ديدي لأن لا يذهب المد بالإدغام وحلو ديدي إنو سن مدكي أو سن كباب إن إدغام كدرتيسة سيدة تسالة أهان قالوا وهم فيري تعرفتي ويكون دوودي سي او دوودي تعرفتي لا واو غريبان اي واو متحرك واسكو واو جي مخرج واسغمت سفرين واسغمت محي هذا مركه قاعده ان لا ادغام اي هذا ولا غسوريبا
maxaa looga soo reebay in la idqaamo loo diiday waxa loo diiday madki ayaa baaba'ay madu dabiiciga baaba'ay sida daraadeed lama ogol in la isku idqaamiyo fi yawmin okalad arrinkaasna imaam nujazir wuu ka hadlay raximahullahu tacaala fi muqadimatii wuu kaga hadlayo wuxuu yidhi waawalay mili wajinsin insakan adqimka qur rabbi wabala waabin fi yawmi mac qaaluu wahum waqul nacam sabixu laa tuziiq quluuba faltaqab marka lama ogolo xaalada labaad ee laga soo reebayo laba xaraf oo isku mid ah oo mid ka hore uu reebaya in laisku idqaami laga soo reebayo waa asagt markii xarafka hore la sagtinay qur-aankan hal meel oo kaga dhacay laba xarafo isku mid oo kan hore uu reeban yaho la sagtinayo fii suurati xaaqabas uu dhacay oo ah maaliya halaka maaliya saddex weji ayaa ku ayaa ku banaan inaad ku istaagto maali maa agnaa cannii maaliya bes haddaad ku istaagto maba imaanayo idqaam wax la yidhaha meesha laakiin cinda alwasl markaad xariirinaysid ayaa waxaa kuu banaan inaad sagtiso inaad isdhex geliso oo aad tiraahdo idqaamkii markaad akrinaysid maa agnaa cannii maaliya halaka markaas idqaamkii wejigiisaad marinay marka laisku hayso laga soo reeba waa marka sagtada la sameynaya oo sagtada saad u samayni waa istaag biduuni tanafus waa waqfun biduuni tanafusin waa joogsi aadan ku neefsanaynin maxaad leedahay maa agnaa cannii maaliya halaka cannii sultaaniya saas duu akrinay macnaa kaasna waa laga soo reebaya kaasna waa laga soo reebaya wain yakuuna hadday ahaadaan labadii xaraf taqaaraba kuwo isaga dhowaaday makhrajan xagga makhrajka wa fi sifaati tilmaamaha ama wakhtalafa isku khilaafay fi sifaati tilmaamahan isku khilaafay yulaqaba labadaas xaraf waxaa lagu naaneysaa oo lagu magacaabaa mutaqaaribayn laba xaraf oo isu dhawaatay laba xaraf oo isku dhawaatay isdhexgelintooda mar walba ma la isdhexgelinaa laakiin labadaas xaraf mutaqaaribayna la yidhaha labadaas xaraf mutaqaaribayn ayaa la yidhaahdaa mutaqaaribeynka isagana waxaa weeyaan labada xaraf inay maqrajka isaga dhawaadaan sifadan ay ku kala dugnaadaan sida daal iyo siin oo kaleeta yulaqaba waxaa lagu magaca waxaa laga wadaa mataanahay sumiya lagu magacaabo yulaqaba maxaa laga wadaa magacaabida hadda laga wadaa leanna isimka waxaa loo kala mataanaha loo kala farqiyaa magac qofka waxa loo bixiy musamaha waxa loo bixiyay saddex baa loo kala qaadaa waa isim iyo mataanahay kunya iyo maxaa la dhihi jiray iyo laqab isimka waa waxa caadi oo aan naqaano qofkan loo bixsho aslan kunyadana waxaa laga wadaa wixii maasu dira biabin wa umin wixii ab iyo um laguna abuu kada abuu kada abuu kada abuu cuhmaan abuu maxamed abuu caaisha kunyadaas taas kunya ayaa la dhahaa saas waana midda ay carabtu jeclaayeen oo aada ay u baxsan jireen macnaha waa midda carabtu ay jeclaayeen ay ka jeclaayeen weliba magacooda ay ka jeclaayeen in loogu magacaabo in kunyada lagu magacaabay aada u jeclaayeen laqabkuna waa maa shacara bidamin oo bimadxin waa wixii ku dareensiiya caay ama xumaan zaynulcaabidiin oo kale waa madax hada huwa laqab kuwa ilaahay kuwa cibaadaysa kan kuwa cibaadaysa quruxdoodaba dhega weyno kale markii la yidhaha af soomaaligana waa laqab laakiin waa maa shacara bidamin waa wax ay ku tusinaya yulaqabada marka waxaa laga wadaa lagu magacaaba ayaad ka fasiri mutaqaaribeynka marka laba qeybuu ka imaan karaa saddex uu ka imaan karaa taqaarubka maa taqaaraba makhrajan wa sifatan maa taqaaraba makhrajan duuna sifa maa taqaaraba sifatan duuna almakhraj inta buu ka imaan karaa laakiin annaga hadda kitaabkeena sida uu maray ayaa marayna insha allahu tacaala oo waxaan leenahay mutaqaaribeyn waxaa laga wadaa
ما تقارب مخرجا واختلفت صفة ووحي مخرج سجد وادي صفتنا سو خلافي تسالهان هدان نراه أوكل أنت قل ربي أوكل هدان نراه مخرج سجد وادين لام إراء عرب كفيرة دي سيكسة وضبحة يا مفيد ديس ماشى الوقة بناي وعرت كالوقة بناي هاي عرت كأي الوقة بناي مركا إن شاء الله تعالى متقاربين كأي تعريف تيسا إيا سيدوك لبحا إيا يعني درسي جينا الدنباء إيا نكو قادنا دورنا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة.